تحت الضغط. فريق الأحلام اختار محمد مسعود، وفريق الجوكر اختار حذيفة الخولي. تفضلوا. طبعاً انتوا عارفين ان انا عندي 10 أسئلة في 45 ثانية. المرة اللي فاتت مين اللي نزل في تحت الضغط؟ محمود. وانت حذيفة مين اللي نزل؟ الدكتور أبو ضيف. تمام، المرة دي حذيفة محمد مسعود. مين اللي هبتدي الأول؟ محمد مسعود. حذيفة هتروح مع سمر علشان تسمع موسيقى وتهدي أعصابك وترجع لنا ريلاكس. بالظبط كده. محمد مسعود اتفضل مكاني. طبعا انت فاهم يا محمد، عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. السؤال اللي مش هتعرف تجاوبه هتقول ايه؟ بص. تمام، لو فضلت ساكت انا كمان هفضل ساكت. جاهز؟ ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هو النظام الحكمي في دولة كولومبيا؟ جمهوري. صح. ما هي جنسية الفنانة أسمهان؟ لبنانية. غلط. من هو الأديب المصري صاحب سلسلة روايات حرب الجواسيس؟ أحمد جندي. غلط. ما هي العملة الرسمية الحالية لدولة مالطا؟ ليرة. غلط. من هو الفنان اللبناني صاحب أغنية مشيت خلاص؟ وجسار. صح. ما هي الدولة الأوروبية التي استقلت عنها موريتانيا عام 1960؟ أسبانيا. غلط. ما هو الهرمون الذي يفرز ويزيد من معدل ضربات القلب عند شعور بالخوف؟ الأدرينالين. صح. من هو اللاعب؟ تمام، تعال مكاني. كم إجابة صحيحة يا محمد؟ 3 أو 4. 3 إجابات صحيحة. الحقيقة كانت المشكلة إن في وقت الإجابة مش عندك بس أنت بتسكت. سمر حذيفة واقف بيحاول يعرف هو جاوب على كم، بس بيحاول يعرف كم إجابة صحيحة، مش قادر يستنى. هو حذيفة كده سخن كده ومستعجل وحافظ أنا من الموسم الأولاني. تعالى يا حذيفة مكاني، تعالى يا حذيفة قاعد. هو جاوب كم جواب؟ يا سلام على الروح الرياضية. ولا أنت بتشكره عشان 3 أسئلة بس ولا إيه بالظبط؟ بشكره روح رياضية برضه. الاتنين مع بعض. طيب أنت عرفت خلاص، محمد مسعود جاوب على 3 إجابات صحيحة ب15 نقطة. لو أنت جاوبت على 4 أو أكتر هتاخد 10 نقط هدية. لو 3 تعادلت 2 هو ياخد 10. محمد مسعود هياخد منك 10 نقط هدية. عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. السؤال اللي مش هتعرف تجاوبه هتقول باص. اتفقنا. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة كولومبيا؟ جمهوري. صح. ما هي جنسية الفنانة أسمهان؟ سورية. صح. من هو الأديب المصري صاحب سلسلة روايات حرب الجواسيس؟ نبيل فاروق. صح. ما هي العملة الرسمية الحالية لدولة مالطا؟ فاليتا. غلط. من هو الفنان اللبناني صاحب أغنية مشيت خلاص؟ وائل جسار. صح. ما هي الدولة الأوروبية التي استقلت عنها موريتانيا عام 1960؟ فرنسا. صح. ما هو الهرمون الذي يفرز ويزيد؟ باص. من هو اللاعب المصري الملقب بالثعلب الصغير؟ حازم إمام. صح. من هو مخرج مسلسل الضوء الشارد؟ مجدي عميرة. غلط. في أي دولة أوروبية تقع مدينة مارسيليا؟ فرنسا. صح. حذيفة كم إجابة صح؟ 7. 7 إجابات صحيحة. الحقيقة السؤال من هو مخرج مسلسل الضوء الشارد انت اتلخبطت. الاول قلت خيري وبعدين مجدي عميرة، هو طبعا المخرج الكبير مجدي ابو عميرة. مش حاضر احسبها لك صح. زي برضو الموسم اللي قبل كده برضو بتاع جرمي وبرمي. بالظبط. بتفرق. انا موعود. بس 7 إجابات صحيحة وده حاجه، ده سكور كبير جدا. 7 إجابات صحيحة ب35 نقطه وزائد 10 نقط هديه من محمد مسعود 45 نقطه. كلنا نحيي حذيفة ومحمد مسعود. اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. 115 الجوكر، 65 الأحلام. الأسئلة اللي ما جاوبتش
ما هي العملة الرسمية الحالية لدولة مالطا؟ محمد، ايه؟ اليورو. وسؤال رقم 9، من هو مخرج مسلسل الضوء الشارد؟ مجدي أبو عميرة. مجدي أبو عميرة المخرج القدير. محمد مسعود، طبعا أنا عارف أن تحت الضغط بالنسبة لك تجربة جديدة، حذيفة حضر معانا حلقات قبل كده، عنده خبرة، فكان قادر يبقى هادي في تعامله مع الموقف، بس ده ما يمنعش أن أنت الحقيقة راجل مثقف جدا جدا جدا. بشكرك يا محمد. النتيجة باتت، بس أنا في رأيي المباراة لسه في الملعب. ودلوقتي مع الفقرة 5، فقرة ضربات الجزاء.